السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي المشاهدين. في هذه الحلقة الجديدة من حلقة القناة التقنية، حلقة اليوم أعزائي المشاهدين سوف نتطرق من خلالها إلى فحص وصيانات هذا المثقاب المحمول أو ما يسمى بالفيسوز. كما تلاحظون فهو من النوع الممتاز، معروف هذا النوع بكفاءته. هذا المثقاب أعزائي المشاهدين اشتريته هذا اليوم مستعمل، اشتريته هو وهذا نوع آخر، كذلك هذا المفك أو الفيسوز هو محمول، وهذا الشاحن والحامل كما تلاحظون هنا. سوف أتطرق إلى فحصه وصيانته في فيديو لاحق إن شاء الله. للإشارة اشتريت هذين المثقابين، هذا وهذا، مستعملين من سوق المثلاثيات بقيمة 50 درهم مغربية. هذا المثقاب عندما أردت أن أشتريه قمت بتجربته، فقط يصدر منه صوت صفير، لاحظوا. إذا كما لاحظتم فهو يصدر صوت فقط، هو لا يدور. لكن الملاحظة هي أن عندما نريد شحن البطارية فهي لا تشحن. كما سنريكم سأصل الشاحن بالكهرباء، كما تلاحظون هذا المصباح هنا الشاحن لا يمض أو لا يشتعل، ربما يكون هذا الشاحن معطل أو البطارية. سأقوم بفتح الشاحن، لاحظوا معي هذا هو الشاحن من الداخل. فهو يتكون من محول أو ترانسفورماتور، وهذه اللوحة الإلكترونية بها مجموعة من المركبات الإلكترونية، وهذين هاتين القطعتين عفوا، هذه القطعة هما اللتان يكونان متصلتان بالبطارية قصد شحنها هكذا. إذا فلنجرب هكذا يدويا، كما تلاحظون هنا من خلال ملاحظتي لاحظت أن هاتين القطعتين بعيدتان نوعا ما، وعندما نضع هذه البطارية في الشاحن يبقى فراغ بين هذين القطبين عفوا، وكذلك البطارية هذين الجزئين المعدنيين هنا وهنا، قطب الموجب وقطب السالب. إذا سأقوم بضبط هذين القطبين. أولا سأفصل الكهرباء، ثم سأقوم هكذا بإعادة ضبط هذين القطبين هكذا، لاحظوا. كذلك هكذا إذا كما لاحظتم أصبحت المسافة بينهما ضيقة أو صغيرة. فلنجرب، المرجو أخذ الحيطة والحذر تفاديا للصاق الكهربائي. لاحظوا إذا نجح الأمر كما تلاحظون، فالمصباح يشتغل، وهذا معناه أن الشاحن صالح للاستعمال. لاحظوا المصباح يشتغل. سأزيل البطارية، لاحظوا الآن المصباح طفأ، لم يعد يشتغل، بمعنى أن الشاحن ليس به أي عطب. من
هذه الناحية، فإننا ربحنا هذا الشاحن، فهو شاحن لازال يشتغل بطريقة طبيعية. سنعيد تركيب الأجزاء في هذا الغطاء، نغلق الشاحن بعدما تأكدنا من صلاحيته. الآن سنجرب هنا، لاحظوا المصباح يشتغل كما تلاحظون، فهو يشتغل. سأزيل البطارية، لاحظوا قد انطفى، سأضع البطارية. إذن البطارية تشحن الآن بواسطة هذا الشاحن. سنترك الآن هذه البطارية تشحن بواسطة هذا الشاحن لمدة ساعة تقريبا، ثم سنعود إن شاء الله لنجرب هذه النقاب يشتغل أم معطل. إذن أعزائي المشاهدين، بعد مرور حوالي ساعة من الوقت سنقوم بنزع هذه البطارية ونجرب، نعيدها إلى المقطع ونجرب هل سيشتغل أم معطل. بسم الله. إذا كما تلاحظون هذا المقطع يشتغل، ثم في الاتجاه الثاني فهو يشتغل، ذلك الاتجاه الآخر ويشتغل، هنا في هذه الأوضاع إذا هذا المثقاب يشتغل، لكن الملاحظ هو صدور صوت، هذا الصوت غريب نوعا ما كما تلاحظون، سمعوا هذا الصوت ليس طبيعي. إذا سنفحص هذا المثقاب من الداخل، سنقوم بفتح هذا المثقاب. بسم الله. سنزيل البراغي. كما تلاحظون يتلتصق من هنا، ثم نزيل هذين البرغيين تحت، ثم سنفتح الآن الغطاء. سنجرب، بل الآن سنقوم بنزع هذه الأجزاء، سنقوم بفحص كل جزء على حدة هكذا. سنجرب هذا المحرك وحده، الصوت كما تسمعون أعزائي المشاهدين فهو يصدر من المحرك. سوف نقوم الآن إن شاء الله بإضافة زيت إلى هذا المحرك، هنا سنقوم بتنظيفه هكذا. سنأتي بقليل من الزيت ونضيف القليل هنا، ثم ندير قليلا كذا، كذلك هنا في الأسفل
يجب أن تحتاطوا حتى لا تقوموا بإضافة الزيت إلى هذه الثقوب، فقط هنا في الوسط هكذا، نفصله هنا بالكهرباء ونشغل. لاحظوا أعزائي المشاهدين الصوت اختفى تماما، بقي فقط صوت المحرك، فذلك الصوت المزعج لما يعود يصدر من هذا المحرك. الآن سنمر لهذا الجزء، سنقوم بتشحيمه هنا بالداخل، لأن هنا كما يظهر أنه ليس به أي شحم هنا بالداخل أو ما يسمى لغريس. أولا سأقوم بتنظيفه، سوف نأتي بقليل من الشحم. هذا هو أعزائي المشاهدين، ثم سنفتح هنا هذا الجزء وهذا الغطاء بالآلة، ثم سننزع هذه القطعة المعدنية هكذا كما تلاحظون. فهنا هذه المسننات ليس بها أي شحم، لاحظوا لا داعي أن نعرف كيف يعمل هذا المثقل أو الميكانيزم أو الآلية التي يعمل بها. سنزيل هذه المسننات الثلاثة، 1 2 3، ثم سنزيل هذا الجزء كذلك هنا في هذه المسننة هنا، لاحظوا هنا عندما أزلت هذه القطعة لاحظوا بها بعض هذه الكويرات كرات الحديدية التي تسهل دورانها هنا في الداخل، سأزيلها 1 2 3 4، وهنا 4 8 كويرات صغيرة، كذلك 3 مسننات حديدية، هذه التي بالداخل حديدية التي بالخارج بلاستيكية، وهنا بالداخل كما تلاحظون بهذه القطعة الحديدية التي يخرج منها 3 مسامير لتثبيت هذه المسننات. هذه القطعة متصلة مباشرة بهذا الجزء وما يسمى بالموندران باللغة الفرنسية، لا أعرف تسميتها بالعربية. لاحظوا سوف نضيف بعض الشحم الى هنا الى هذه القطعة بالداخل هنا هكذا، كذلك مع الجانب والاطراف، هنا اصبح الشحم بالداخل بشكل وافر. كذلك سنضيف بعض الشحم هنا هكذا، ثم نضع هذه الكويرات هنا، لهذا أضفنا هذا الشحم هنا حتى تلتصق الكويرات بمكانها. لاحظوا ثم سندخلها في مكانها هنا هكذا، ثم سنبير ستلتصق بمكانها. أما الآن سنضيف بعض الشحم إلى هنا داخل هذه المسننة هنا، سندخل هذه المسننات الحديدية في مكانها في الداخل في هذه المسامير الثلاثة، الأولى هنا والثانية والثالثة، لاحظوا. والآن
سنقوم بإدخال هذه القطع المعدنية هنا. الآن أصبحت مثبتة في مكانها، والآن سوف ندخل هذه القطع البلاستيكية المسننة في هذه المسامير بالآلة، هنا وهنا وهنا. لاحظوا، سنضيف القليل من الشحم هنا في الآلة في هذه المسننات البلاستيكية، ثم سنرجع هذه القطعة المعدنية إلى مكانها هنا. لا بأس أن نضيف هذه أو هذا الغطاء، سنزيل منه الشوائب. لاحظوا هنا، عندما نريد إرجاع هذا الغطاء إلى مكانه، هنا يوجد ثقب كمعلم. هذا الثقب يدخل فيه هذا الجزء الزائد هنا، لاحظوا هكذا. الآن سوف نقوم بالتثبيت. قمنا بإرجاعها إلى مكانها، إرجاع الغطاء إلى مكانه. سنجرب الآن كذا، ثم هنا. لاحظوا كذلك في اتجاه آخر. لم يعد هناك ذاك الصوت المزعج الذي كان في السابق. سنضع هذه الأجزاء هنا جانبا، ثم الآن سننظف هذه أو هذا الغطاء عفوا من الداخل. ثم من الخارج. هذه الجهة وهذا الجزء البلاستيكي الذي كما يظهر هنا زائد، يجب أن يركب هنا في هذه الفتحة. إذن سنضعه هنا كذا، ثم الآن سوف ندخل هذا المحرك، سوف ندخله في مكانه هنا. ثم نأتي بهذا الجزء الذي يغير اتجاه الدوران أو يسمى بالسليكتور، نضيفه أولا، ثم نضعه هنا بمكانه. هذا الثقب يكون هنا، ثم ندخل هذا القطع هنا، ثم ندخل هذه القطعة في مكانها التي توصل المثقب بالبطارية. ثم نضع هذا الغشاء هنا وهذا الغطاء هكذا، ثم نجرب قبل أن نضع البراغي في مكانها. إذن فهو يشتغل ولم يعد يصدر منه ذلك الصوت الذي كان يصدر في الأول. الآن سنقوم بإضافة أو بوضع البراغي في مكانها. سنضيف هذه القطعة البلاستيكية. تركيبها، لاحظوا هذا جزء بلاستيكي زائد يتم ادخاله في هذه الفتحة هنا،
ثم نضغط في جهة الداخل هكذا ثم نضغط هنا. والآن سنقوم بتنظيف البطارية. الآن سأضيف القليل من الزيت هنا إلى هذه الأجزاء حتى يسهل استعمالها واستخدامها هكذا، كذلك هكذا. نمسح. لاحظوا أصبحت نظيفة. الآن نأتي إلى هذه الأخضاب السالب والموجب ونقوم بتنظيفهما. نأخذ القليل من ورق الصنفرة هذا نزيل صدى من فوق هذه الأقطاب. والآن أعزائي المشاهدين فلنجرب هذا المثقب. لاحظوا فهو يعمل بطريقة طبيعية، كذلك في الاتجاه الآخر. لاحظوا إذن فهو يعمل. سأضيف القليل من الزيت هنا للتلميع، كذلك هنا. وأمسح بواسطة قطعة قماش. كما لاحظتم أعزائي المشاهدين هذا المثقب أصبح نظيفا ويعمل بالطريقة أو بالكيفية المطلوبة. هذا المثقب أعزائي المشاهدين ثمنه 25 درهما مغربيا، بمعنى أنه شبه مجاني. قمت بإصلاحه كما لاحظتم من خلال هذا الفيديو وربحت مثقب من نوع جيد كما تلاحظون. بالنسبة للإخوان الذين لهم اهتمام بالأدوات أو بأدوات الأعمال أو البريكولاج يعرفون الشركة جيدا. وفي حلقة لاحقة إن شاء الله أعزائي المشاهدين سوف أقوم بفحص وصيانة هذا المثقب. هذا المثقب فهو يعود لشركة مصنعة أخرى، يستغل ببطارية 3.6 فولت. سأبحث عن الشاحن الخاص بشحن هذه البطارية. يتم تركيب الشاحن هنا ويتم شحن هذا المثقب هنا هكذا. إذن إلى ذلكم الحين أعزائي المشاهدين لم يبقى لي إلا أن أودعكم وأترككم في أمان الله وحفظه، وأتمنى أن تنال هذه الحلقة إعجابكم. وإلى حلقة قادمة بحول الله.